أيام قليلة تفصلنا عن عام جديد تخرج في مطلعه بريطانيا من التكتل الأوروبي، والولايات المتحدة يتزعمها رئيس جديد، ولكل منهما تطلعات سياسية ستؤثر بالتأكيد على الشرق الأوسط. فكيف سيكون الوضع بالنسبة للملف الإيراني؟ نتابع. عام 2021 تتغير فيه العديد من سياسات وتفاهمات الدول العظمى على الساحة الدولية. يتغير رئيس أمريكي وتبدأ بريطانيا عهداً جديداً. في الأول من يناير الجاري تكون بريطانيا خارج التكتل الأوروبي. قد لا يعني ذلك تفرداً على الساحة، فلا يزال التاج البريطاني بحاجة لقوى صديقة لدعم تطلعاته، فضلاً عن قضايا عالمية تجمع الأطراف كلها تحت مظلة التعاون الوثيق. وفي 20 يناير ينصب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسمياً رئيساً للبيت الأبيض، ووفق النهج الذي أعلنه بايدن خلال الانتخابات الرئاسية، قد يعني ذلك أن تقارباً في الرؤى يتطور بين حليفين دوليين. وعلى رأس الملفات الحاسمة للكيانين تتصدر إيران المشهد. 4 سنوات تفاقمت خلالها الخلافات الأوروبية الأمريكية تجاه العديد من الملفات الدولية، كان خلالها الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته في يناير المقبل سيد القرارات المفاجئة والصعبة. ففي الوقت الذي واصل فيه ترامب سياساته العقابية الضاغطة من أجل إجبار إيران على تغيير موقفها من الاتفاق النووي والقبول بالتفاوض على اتفاق جديد، عرض الأوروبيون ومن بينهم بريطانيا السياسة تلك متبنيين نهج التفاهمات مع إيران للوصول لنقطة حل. العام الجديد يحمل بايدن الذي تعهد بسياسات أقل حدة وتفاهم أكبر تجاه إيران، أما العودة للاتفاق الإيراني فعلى رأس أولويات الإدارة الأمريكية المنتظرة. أما المملكة المتحدة التي تسعى لتقارب استراتيجي واقتصادي مع واشنطن فتتضارب مواقفها بشأن العلاقات مع إيران بعد الخروج من الاتحاد، رغم التزامها المستمر ببنود الاتفاق والتزام سياسة التهدئة تجاه إيران. بوريس جونسون الذي اعتاد التقارب مع رؤى ترامب حث مطلع العام الجاري على استبدال الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الغربية مع إيران بصفقة أطلق عليها صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن بعد أشهر قليلة نشرت وكالة الأنباء الإيرانية في مارس الماضي على لسان أحد المتحدثين الرسميين في داونينغ ستريت أن سياسة المملكة بعد بريكزيت تتطلع لعلاقات أفضل مع إيران. خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض ودخول بايدن الذي صرح من قبل بأن الخروج البريطاني من التكتل الأوروبي خطوة خاطئة يشير إلى أن تقارباً أمريكياً أوروبياً قد يدفع ببريطانيا إلى الالتزام بالاتفاق النووي والتوقف عن التطلع إلى سياسات قد تقوض الثقل الأوروبي. أرحب بضيوفي بهذا الملف من لندن عبر سكايب السيد أحمد أصفهاني الكاتب الصحفي، مساء الخير. من ولاية أيوا عبر تطبيق زوم السيد نعمان أبو عيسى المرشح الديمقراطي السابق للكونغرس الأمريكي وأيضا عضو الحزب الديمقراطي، أيضا مساء الخير. ومن طهران عبر الأقمار الاصطناعية السيد محمد مهدي شريعة مدار، خبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية، مساء الخير. أبدأ هذا النقاش مع ضيفي من لندن سيد أحمد، ما هو الموقف البريطاني من الملف النووي الإيراني بعد البريكزيت وبعد تغير الإدارة الأمريكية من ترامب إلى بايدن؟ يعني الموقف البريطاني لم يتغير بالبريكزيت، لم يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الموقف الموحد الذي تتخذه الدول الأوروبية فيما يتعلق بمستقبل الملف النووي. لكن هناك اجتماعات عقدت خلال الأسابيع الماضية على عبر السكايب وعبر الزوم، اجتماعات افتراضية شددت على مسألة مهمة جدا وهي الالتزام بالاتفاقية وتشجيع الإدارة الأمريكية الجديدة على الالتزام بالاتفاقية. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي عقد على ما أعتقد قبل 5 أيام وحضرته روسيا والصين بالإضافة إلى إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. هذه الدول الست اتفقت على أنه يجب الالتزام بالاتفاقية، وعلى إيران أيضا أن توقف الخطوات التي يمكن أن تشكل ضربة لهذا الاتفاق. نتحدث عن اتفاقية أوباما، تشجيع نعم اتفاقية الاتفاق النووي الذي وقعت عليه هذه الدول والذي وافقت عليه الأمم المتحدة. هذا هو الاتفاق الذي خرج منه ترامب.
بايدن قال أنه سيعود إليه، وهناك كانت هناك شروط إيرانية وشروط أمريكية. يبدو أن الاتفاق الذي عقد أو الاجتماع الذي عقد قبل 5 أيام وصل إلى نتيجة أنه لا شروط مسبقة، بل العودة إلى الاتفاق ثم الانتقال إلى مفاوضات لاحقة يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأوروبية والمخاوف الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج العسكري الإيراني. طيب دعنا نستمع إلى ضيفنا من أمريكا السيد نعمان الرئيس المنتخب، إذا تحدث عن عودة إلى اتفاق مع إيران من غير التفاصيل بعد عن شكل هذا الاتفاق، هل من معلومات جديدة بهذا الصدد؟ وماذا عن التنسيق البريطاني الأمريكي حول إيران مع الأخذ بعين الاعتبار ما قاله ضيفنا الآن من لندن سيد أحمد بأنه توصل ربما أوروبا وأمريكا توصلوا بحسب كلامه إلى اتفاق بالعودة إلى نفس اتفاق أوباما وربما مع وجود بعض الشروط الأمريكية والإيرانية؟ نعم، الرئيس المنتخب بايدن صرح بشكل واضح أنه يريد إلى العودة إلى التفاوض مع إيران لتفعيل شكل ثاني من الاتفاق الذي أبرم في عام 2015. أن الرئيس المنتخب بايدن يريد من إيران فترة أطول زمنية، مدة 30 سنة أو 15 سنة، وعدم تخصيب اليورانيوم خلال هذه الفتره، وايضا ادخال موضوع الصواريخ البعيده المدى للاتفاقيه. فان الرئيس بايدن يعلم جيدا بان الاوروبيين متوحدين، ونحن نريد ان نكون متوحدين مع الاوروبيين ونشكل ضغط مباشر على دوله ايران للعوده للاتفاق، ولكن بشكل افضل للحلفاء ولامريكا. طيب دعني أنتقل لضيفي من طهران سيد محمد، أهلا بك. إيران كيف تنظر بدورها إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؟ هل تعول على موقف داعم أو مهادن لإيران بعدما خسر جونسون حليفه ترامب والذي انسحب من هذا الاتفاق النووي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما تحدث عنه ضيوفنا بالقرب قرب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ما تسمينه اتفاق أوباما هو اتفاق دولي بين إيران ودول الخمسة زائد واحد، مدعوم بمبادئ القانون الدولي ومدعوم بالقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن رقم 2231. هذا أولا. إيران تنظر بإيجابية إلى تغيير السياسة الأمريكية وإلى احتمال عودة بايدن كما صرح إلى هذا الاتفاق. بالعكس، الدول الأوروبية التي كانت يعني تتذرع في موقفها بالخوف من العقوبات الأمريكية بعد عودة بايدن سيسحب البساط من تحت أقدامها، وسوف تعود المصالح التجارية والاقتصادية بين أوروبا وبين إيران إلى المسرح للعمل على ذلك من دون التخوف من التهديدات الإدارة الأمريكية بالحصار. هل العقوبات الأمريكية على المصارف والقطاع المالي بإيران ما زالت مستمرة؟ أنا تحدثت عن تخوف الدول الأوروبية من التهديدات الأمريكية في موضوع العلاقة الاقتصادية والتجارية، وأنت تتحدثين عن موضوع آخر. نحن لا أتحدث عن موضوع آخر، هذه العلاقة بين الجانب عن الأوروبي والجانب الإيراني لكي تعود أنا إلى طبيعتها كما بالتحديد. تتحدث لحظة لو سمحت أنا تحدثت بالتحديد بأن الدول الأوروبية التي كانت تخشى في إقامة علاقة طبيعية تجارية واقتصادية مع إيران من فرض العقوبات الأمريكية بعد عودة بايدن لن يكون هذا التخوف. أما بريطانيا إن كانت في الاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي هي بالنهاية دولة عضو في هذا الاتفاق، وإذا كانت طبعا بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي من المؤكد أنها سيكون هناك تقارب مع الإدارة الأمريكية، لكن بريطانيا مع إدارة بايدن ستكون أهون من بريطانيا مع إدارة ترامب. لذلك لماذا تخشى إيران من هذا التقارب؟ أتصور بأن الخوف الخليجي من هذا التغيير في السياسة الأمريكية ومن عودة بايدن إلى الاتفاق النووي
يجعل أن تطرح هذه الشعارات بأن إيران تخشى التقارب البريطاني الأمريكي. لا، بالعكس، بريطانيا إلى جانب أمريكا بايدن ستكون كأمريكا بايدن، وأمريكا بايدن أفضل من أمريكا ترامب من دون شك. طب دعنا نستمع لوجهة النظر البريطانية عن أمريكا بايدن أو ترامب. بحسب صحيفة الوول ستريت سيد أحمد، الاتفاق التجاري الذي أبرم بين بروكسل ولندن أزال ربما مصدر رئيسي للخلاف بين حكومة جونسون وإدارة بايدن القادمة، لكن بنفس الوقت كان يعول جونسون على اتفاق تجاري ضخم مع أمريكا بعد خروجه من الاتحاد من قبل ترامب. كيف ينعكس عدم وضوح الرؤية حيال هذا الاتفاق على العلاقة بين بايدن وجونسون وبالتالي التوافق بالرؤى حول إيران؟ دعينا سيدتي نحدد الأمور أكثر. في السؤال مهم جدا لأنه يأخذ بعين الاعتبار مستقبل العلاقات التجارية. أولا، العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا علاقة تاريخية لا تتأثر بتغيير، قد يتأثر النمط، قد تتأثر الصفة، لكن العلاقة الاستراتيجية العميقة أكبر بكثير من ترامب وأكبر بكثير من جونسون وبايدن وكل هؤلاء الذين يتغيرون على مناصبهم. لكن بريطانيا تعول كثيرا على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية يعوض أو يكمل الاتفاق الذي عقدته مع الاتحاد الأوروبي. لكن في الجانب السياسي، وهذا في رأيي هو المهم، بريطانيا تحررت من القيود الأوروبية عندما خرجت من الاتحاد الأوروبي. نحن نعلم أن الاتحاد الأوروبي كان يتخذ مواقف مرات كثيرة بريطانيا تشعر بأنها غير معنية بها أو مضطرة لها. الآن تحررت وبالتالي تستطيع أن تتخذ مواقف سياسية مستقلة. لكن فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، حتى الآن بريطانيا بحكومة بوريس جونسون ملتزمة، وهي تقسم المرحلة المقبلة إلى قسمين. القسم الأول تثبيت هذا الاتفاق ومنع سقوطه، وأيضا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفع بعض العقوبات، والضغط على إيران من أجل التوقف عن خرق هذا الاتفاقية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي وما شابه ذلك. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن تعود الأطراف إلى مفاوضات جديدة مكملة للاتفاق النووي الموجود حاليا، وهذه المفاوضات تتناول مسألتين. المسألة الأولى هي الدور الإقليمي لإيران، والمسألة الثانية هي البرنامج الصاروخي الإيراني. وإن كانت إيران الآن بالماضي ترفض البحث فيها، لكن على المدى المنظور بعد العودة إلى الاتفاقية الأرجح أن جميع الأطراف ستبحث في هذه النقاط وتأخذ اتفاقا جديدا قد يكون مكملا للاتفاق النووي الموجود حاليا. طيب أسأل ضيفي إذن من إيران تعقيبا على ما قال ضيفنا من لندن، هل ستبحث إيران كل هذه النقاط التي تحدث عنها ضيفنا من لندن فيما يتعلق بالخصوص بالدور الإقليمي الإيراني بالمنطقة بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني وبالتالي توسيع ربما هذا الاتفاق، هل ستقبل إيران بذلك؟ أولا، إيران ترفض أن تكون أي شروط مسبقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خرجت من هذا الاتفاق القانوني الذي يدعمه القانون الدولي، وعليها أن تعود من دون شروط. هذا أولا. ثانيا، إيران ترفض وستبقى ترفض التفاوض على الملفات الأخرى، لا سيما القدرات الدفاعية والصاروخية وأيضا ما يسمى بالنفوذ الإقليمي. إيران لها حلفاؤها في المنطقة، لها قدراتها الدفاعية. إيران لن تسمح بأن تتكرر التجربة التي عانت منها خلال الحرب الصدامية المفروضة على إيران، حيث كان صدام حسين بدعم من كل القوى الإقليمية والدولية يقوم بضرب المدن الإيرانية بالصواريخ وبالأسلحة الكيميائية المعدة من المواد التي تأتي إليه من ألمانيا ومن بعض الدول، وهذا ثابت بالأدلة. لن تسمح أن تتكرر هذه التجربة. إيران زادت من قدراتها الدفاعية لئلا يتجوى، أيضا شكلت قوة ردع لئلا يجرؤ أحد على القيام بهجوم عليها كما جرى في السابق، ولذلك هذا من حقها أن تكون قدرتها الدفاعية. كل الدول لها قدراتها الدفاعية، لن تتفاوض إيران على هذه القدرات الدفاعية مطلقا، ولن تربط هذا الملف بالملف النووي.
طيب إذا لن تتفاوض إيران على هذه القدرات الدفاعية وترفض التفاوض على ملفات يجري ربما إضافتها إلى الملف النووي الإيراني والذي أبرم سابقا وخرجت منه الولايات المتحدة. وأسأل ضيفي السيد نعمان من أمريكا، بالإضافة إلى ما قال ضيفنا بأنه إيران ترفض التفاوض، أيضا يجري الحديث الآن عن موقف ألماني مغاير بالنسبة للملف النووي الإيراني، أي أن الخارجية الألمانية تؤيد وتتحدث عن توسيع الاتفاق النووي ليشمل أطراف جديدة عربية، أيضا هو بذلك ربما يؤيد ويتبنى رؤية إسرائيلية لهذا الاتفاق الجديد. هل تعتقد بأنه هذا الكلام الألماني يبتعد عن رؤية بايدن بطريقة حل الملف النووي الإيراني والعودة إلى التفاوض؟ كيف تنظر إلى هذا المقترح؟ يعني في البداية إيران لم تلتزم بالاتفاق النووي وقد خصبت زيادة عن الاتفاق، وإن الحكومة الأمريكية لم تهدد إيران بالحرب العسكرية ولكنها تهدد إيران بالحرب الاقتصادية، وهذه الحرب الاقتصادية أثرت بشكل كبير على إيران وعلى قدرات إيران الاقتصادية، فإن هذا هو يعني العصب الحساس التي ستعمل أمريكا مع حلفائنا الأوروبيين للضغط على إيران من الناحية الاقتصادية وعدم استغلال إيران للفصل أو الشق بين أمريكا وحلفائنا الأوروبيين ونكون وحدة متكاملة نشكل الضغط مع حلفائنا العرب ضد إيران، وإيران من صالحها أن تتعامل مع الوضع الجديد يعني الحلف الجديد من العرب والغرب الأمريكيين والأوروبيين. طب باختصار لو تكرمت، ماذا عن ما قالته الخارجية الألمانية وصرحت بهذه الرؤية الجديدة؟ نعم، يعني الأمريكا منفتحة لهذا لتدخل القوى الإقليمية في هذا الاتفاق، لأن هذه الدول هي التي ستشكل ضغطا سياسيا وضغطا اقتصاديا على إيران وتجبرها على العودة إلى الاتفاق وبشروط أحسن من الماضية، وهذا ما تسعى إليه أمريكا، إن العلاقة الأمريكية العربية أقوى مما كانت عليه، وإن علاقة بايدن مع أوروبا ستعود كما كانت قبل رئيس ترامب، وعلاقة أيضا بايدن حكومة بايدن مع حكومة انجلترا تكون بشكل كبير، خاصة بعد الاتفاق الذي افرزه انجلترا مع الاتحاد الاوروبي والحفاظ على حقوق ايرلندا، لان الشعب الايرلندي في امريكا له نفوذه ايضا. شكرا جزيلا من ولاية أيوة عبر تطبيق زوم السيد نعمان أبو عيسى المرشح الديمقراطي السابق للكونغرس الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي، أشكرك شكرا. ومن لندن عبر سكايب السيد أحمد أصفهاني الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. ومن طهران عبر الأقمار الصناعية السيد محمد مهدي شريعة مدار خبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية، شكرا جزيلا لكم جميعا. إذن نهاية هذا الملف الأول، فاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة ثاني ملفات هذه الحلقة، ابقوا معنا.